Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ujkul? Tafadhal ijlis. La, ijlis fil kursi. Ijlis. Fi akhir. Ijlis fil kursi. Allah yahdi. ما اسمك يا أخي؟ اسمي أحمد زيني. من أين أنت؟ أنا من تلقى لمسير. ماذا تريد؟ أريد أن أسأل إلى الأستاذ كيف نكون ماهرا نتكلم باللغة العربية؟ أسأل جيد يا أخي الكريم. أعلم أن اللغة العربية لها أربع مهارات. أولا مهارة الكلام، وثانيا مهارة القراءة، وثالثا مهارة الاستماع، ورابعا مهارة الكتابة. وإذا تريد أن تكون ماهرا في التكلم باللغة العربية فعليكم أن تحفظ المفردات كل يوم، ثم تطبق بتلك المفردات وتتكلم بها، ولا تنسى أيضا أن تكثر من الاستماع إلى فيديو كذلك القصة العربية وكذلك القراءة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. أيها الطلاب النجباء وطلبة الأحباء، أشكركم على الجميع في متابعة هذا القناة البلد الأمين، فإن شاء الله سنتكلم في هذا المجال عما تتعلق في مهارات اللغة العربية. أن اللغة العربية لها أربع مراحل وأربع مهارات. أولا مهارة الكلام، وثانيا مهارة القراءة، وثالثا مهارة الاستماع، ورابعا مهارة الكتابة. وفي هذا المجال سنتكلم في مهارة الكلام وكيف نكون ماهرا في تكلم باللغة العربية. إذا نريد أن نكون ماهرا في تكلم باللغة العربية لها طرق كثيرة، منها وفي هذه الطرق لقد جرى فيها علماؤنا وأساتذتنا، وخصوصا في معهدنا الميمون. أولا حفظ المفردات، ثم نطبق بما حفظنا من تلك المفردات، ثم نتكلم باللغة العربية بالمفردات التي حفظناها، ولا نتكلم سوى اللغة العربية إذا حفظنا تلك المفردات. وكذلك نخبركم يا أيها الطلبة الأحباء أن اللغة العربية هي لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك هيا بنا نتكلم باللغة العربية اتباعا ومحبة بنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن اللغة العربية لها مزايا كثيرة والوفيرة، فعليكم أن تتكلمون وتتحدثون باللغة العربية أينما كنتم، لتكونوا متكلمين بلغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا جئتم إلى هذا المعهد وأنتم ماهرون في تكلم باللغة العربية بطريقة حفظ المفردات وتطبيقها وتكلم بها، فيمكن هذا مني ما ألقي لديكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.